بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إحنا بدنا نبدأ نجيب البيانات من أكثر من جدول. ليش بدنا نجيب البيانات من أكثر من جدول؟ لأنه بتعرف الربط بين البيانات بيفرض علينا كنا نحط مفتاح أساسي ومفتاح أجنبي، وغالبا هذه المفاتيح بتكون أرقام. تمام. اثنين، كنا بنفكر دائما بعقلية الدكتاتور، إنه أنت وأنت بتصمم قاعدة البيانات ما تستطيع أن تجزئ المشكلة إلى أبسط ما يكون. قواعد النورماليزيشن خاصة في الفيرست نورمال فورم كانت بتعمل على التجزئة أو على عملية التفرقة. الآن في الاستعلامات ضروري جدا أن احنا نلم الموضوع ونجمع البيانات بالشكل اللي احنا نرتئيه، أو نعمل حقول محتسبة من عنا بالشكل اللي احنا يعني حاربناه في مرحلة التصميم، نستطيع الآن أنه احنا نلمه ونرجعه في مرحلة مين؟ الاستعلامات. خلينا نروح على سطح المكتب. ممكن تضغط الآن أنت بدل ما تروح على CMD تضغط بزر الماوس اليمين على زر ستارت في برنامج اسمه ويندوز باور شيل. تمام. أوامره مختلفة شوية عن الدوس، بس إحنا مش بعاد عنها إن شاء الله هنكون. ممكن تشغله أو تشغل المسؤول زي ما بدك. طبعا إحنا البرنامج تشغيل برنامج مش محتاج يعني المسؤول. أي هذا في عنده مشكلة كمان فيه. عندي أنا في مشكلة فيه. لا لا مش لا لا هذا إشي تاني باور شيل. طيب. على العموم مش مشكلة، خلينا أرجع CMD. أوكي. يعني هذا أو هذا ما في إشكالية الآن عندنا، لأنه إحنا أوكي. أنا CD نقطة سلاش هيكت برجع لورا. تمام. برجع للجذر، لهذا هذا اسمه الجذر. شفتوا انت هاي رجعت للسي، هذا امر عشان تتعلموا. بدي اروح على الدي، هاي الدي سي دي اس كيو لايت اي موجود دي اي ار، هذه اوامر الدوس. في عندنا البرنامج تبعنا هيو اي دبل كليك مسافه، وهي شنوك برضو بعلمها دبل كليك احسن الي بلاش اخطئ وانا بعمل اتصال او اوبن على الداتابيس. وصلت انا الان مع الداتابيس، بدات جلسه العمل تبعتي في العمل مع الداتابيس. اتاكد انه انا شغال مع الداتابيس، بكتب دوت تيبلز هاي هم موجودين. تعال نتعرف الشباب، احنا يعني بدنا نفعلها. طيب كيف بدي اعمل؟ بدي اعمل دوت شو اشوف ايش الاعدادات. اكيد الاعداد تبع الهدر ايش ماله؟ اوف صح ولا لا؟ هاي اذا هان ايش بدنا نحكي له؟ ننسخها دوت هيدرز ونكتب كلمة اون. اي واحدة. تمام. بدكم الادوت شو عشان تشوفها غير ولا ما غيرش. صحيح كلامك، هي صارت ايش اون. حابين تطلعوا الاوتبوت على ملف خارجي، ممكن نطلع نتائج الاستعلام على ملف ايش خارجي بتغيير الاوتبوت هذا والمود الى ملف من النوع اللي احنا بدنا اياه، سواء كان CSV او HTML او docs. تمام. خلينا كمان شوي ان شاء الله بس نطلع استعلامات محترمة. الان نرجع تاني دوت تيبلز. ليش هذه قلنا لها الهيدرز؟ عشان تبين العناوين في الاعلى. تمام. ركزوا معايا والله يا شباب. الان لو اجينا على اللي هو الالبوم وفي الارتست. الالبوم هذا والفنان. تمام. يعني انت لاحظ في الالبوم هنا لو استعرضنا البيانات تبعت ايش بدنا نكتب؟ select all from albums. تمام. لاحظوا ايش جاب لنا هنا؟ حاجتين او ثلاث شغلات. الشغله الاولى مين هي؟ الالبوم اي دي، هذا البرايمري كي مش اشكاليه. في التايتل اسم الالبوم، هذا هو اللي انا بدي اياه. قلت الارتست اي دي هو الفنان. أنا إيش حاطط هنا؟ الفنان رقم واحد، الفنان رقم اثنين، اثنين واحد. مشكلة إنه أنا أعرض البيانات وأنا لسه بدي ترميز. دائما اتعود أنت بتشتغل في الداتابيس، دائما اعطي المعلومة كاملة متكاملة. تمام. اعطي المعلومة إيش؟ كاملة متكاملة. في مثلث مهم كتير جدا إحنا بنسميه اليو السي أي إيه، مثلث إيش اسمه؟ السي أي إيه. أي نوت باد. لا لا هو اسف، هذا في سياسات الامنيه
لأي شغلة أنت بدك تشتغل عليها هاي في مثلث. اسمه سي اي اختصارا لاول كلمه سي اي اي، تمام؟ هكتبهم بالعربي انا عشان تعرفهم. لا، الان اول حاجه بلزمك، انتم دائما كنتوا تعرفوا انه السكيورتي دائما في بالكم بيخطر انه لا يطلع على البيانات الا الشخص من المخول، تمام؟ يعني هيك انتم تحطوا الباسورد انتم، صح ولا لا؟ بالغالب هذا مفهومكم للسكيورتي، تمام؟ لا، هذا مفهوم واحد او ركن واحد من الاركان الثلاثه. انا يعني لما بتحط انت باسورد بيمشي الحال، اليوزر اللي بدك اياه، يعني الواحد ما يطلع الا على الحاجه اللي له. اثنين، في شغله مهمه كثير جدا، توفير المعلومة متكاملة، ما ينفعش تعطيني معلومة ناقصة، تمام؟ تراك يعني تعطيني المعلومة وأنا مرتاح، وهذا اللي أنا بتركز عليه. آخر شغلة، إعطاء المعلومة بالوقت المناسب. يعني اليوم انتوا بتسألوا اذا في تعليق عشان معرض اكسبوتيك، تمام؟ انا الان ما اعطيتكوش معلومة، وبعد لو اعطيتكم المعلومة الساعة 7 المساء على الفاضي، ليش؟ ما استفدتوش انتوا منها، صح؟ لانه خلص المعرض او خلص الافتتاح. فهذه هي المثلث اللي بدنا نركز عليه. احنا هنا توفير المعلومة متكاملة يا شباب، توفير المعلومة اشملها بشكل متكامل. الان احنا الفكرة هنا انه انا مش عارف الارتست، صح؟ الارتست اللي هو الفنان اللي بعامل الالبوم هذا. فبالتالي انا بدي اجيب بيانات من الالبوم، اشوف عنوان الالبوم مثلا هنا، هاي العنوان تبعه. في نفس الوقت بدي اجيب بيانات من الارتست هذا، فانا هعلم عليه انتر، تعال نشوف ايش في بيانات. سيلكت اولنا، سيلكت اول فروم artists. ايش في عنده بيانات الفنانين هذولا؟ ركز معي، في عنده الارتست اي دي والنيم، صح ولا لا؟ اذا انا بدي اطلع الان معلومه، ايش بتحكي؟ بدي التايتل تبع الالبوم، وبدي الاسم تبع مين؟ الفنان. وصلت الفكرة؟ الآن الاسم وين موجود؟ ركزوا هنا، الاسم وين موجود؟ في جدول مين؟ الارتست. يعني أنا لو بدي أخذ هذول هيك، أي كنترول سي، وهاي نوت باد، هذا الارتست اي دي والنيم، هذا في جدول مين؟ الارتست، صح ولا لا؟ هاي كنترول سي كنترول في، هذا هو الارتست. طيب الالبوم، هاي البوم، في عند الحقول هذه الالبوم اي دي والتايتل والارتست اي دي. وين الفورين كي وين البرايمري كي يا شباب؟ اي دي. احكي لي اسم الجدول. هنا اكيد هذا برايمري كي في الارتست، صح؟ طب الارتست اي دي هذا؟ هذا فورين كي، صح ولا لا؟ اذا طالما وجدت العلاقه نستطيع ان احنا نجيب البيانات. ايش البيانات اللي بدي اجيبها انا؟ بدي اجيب من الارتست، هاي كنترول سي، هاي كنترول في، بدي اجيب النيم، فبحط ارتست دوت النيم تبعه، تمام؟ فاصله. بدي اجيب من الالبومز دوت مين؟ تايتل. هذول اللي بدي اجيبهم، تمام؟
وصلت الفكرة؟ إذا جبت من وين؟ من جدولين. الآن بكتب كلمة مين؟ select. بعدين from، كم جدول أنا عندي؟ باخذ هذا الجدول Ctrl C Ctrl V، بعمل فاصلة albums. هيك يد اللي عملت هذا الكلام وحطيت فاصلة منقوطة، انت عملت شغلة اسمها اللي هي الملتبليكيشن او الضرب الكارتيزي، اذا بتتذكروا يوم ما اخذتوا المصفوفات في المدارس. تمام، هذا ايش حيصير؟ الارتست اكم سجل فيه، هذا فروم البوم صح؟ طيب تعال نشوف الالبوم هذا اكم سجل، اكم سجل وصل هنا؟ 347. شوف ليش اللي حيصير، هذا الارتست صح ولا الالبومز؟ هذا الالبومز 347 سجل صح؟ هذا اللي موجود في الداتابيس عشان افرجيك ايش الخطوره اللي بتصير معانا. والالبوم ميتين خمسة وسبعين، ممتاز. لا يا ريت يجمع، عارف ايش حيسوي؟ حيجيب اول ارتست وحيخليه هو يمتلك ال 275 البوم. اول ارتست هنا حيجيب، لا ال 275، ثاني ارتست حياخذ ال 275 نفسهم، ثالث ارتست ثالث فنان حياخذ ال 275 البوم، الرابع والخامس والسادس. لاحظ، فكأنك انت عامل هنا يعني مصفوفه كل صف مع الكل، تمام، والصف الثاني مع الكل، تمام. هذه السبب انك عملت استعلام من جدولين ولم تستخدم اللي هو شرط اللي هو مساواة البرايمري كي مع الفورين كي. هذا وهذا لازم يتساوى بالاستعلام. ما عملتش هيك لمصيبة حتحل عليك وحتعمل شغلة، هاي كنترول ان، وتخيل حالك عامل هنا جدول الارتست وهنا جدول مين؟ الالبومز. بتخيل هنا اول واحد مع هذا مع الاول، هيجيبوا بيانات الاول مع الثاني والاول مع الثالث والاول مع الرابع، كله هيك كله هيك، والاول مع الخامس فرضا. بعدين حيجيب الثاني هنا، الثاني مع الاول والثاني مع الثاني، ايش صار؟ هذه الداتا بيس صارت احسن. فهذا ايش السبب؟ والثالث مع هذه، ولاحظ ايش؟ ففيش بيانات صحيحه صارت. هذا اللي بنسميه احنا الملتيبليكيشن، الملتيبليكيشن انه احنا نضرب الصف الاول في كل الصفوف، الصف الثاني او العمود الصف الثاني مع كل الصفوف، الصف الثالث مع كل الصفوف. هل بيطلع بيانات حقيقيه؟ لا. ايش السبب؟ انك انت عملت سيلكت، اخترت الحقل من الجدول الاول والحقل من الجدول الثاني فروم جدولين. لازم تكمل، وايش تكتب له هنا؟ وير، وتساوي البرايمري كي مع الفورين كي. هذا الاستعلام بنسميه ايكوي جوين كويري. ايش بنسميها؟ ايكوي جوين ايكوال، يعني جوين كويري. هات نساويهم. ايش بالجدول الاول هنا فيه؟ ارتست. ايش البرايمري كي تبعه؟ يساوي الالبومز دوت مين؟ لا، ارتست اي دي. البرايمري كي يساوي الفورين كي، لو بدلناهم ما في اشكاليه، لانه اليساوي اصلا في الرياضيات علاقه ابداليه، ما في مشكله صح؟ فكانت الفورين كي، هذا فورين، هذا البرايمري كي بيساوي الفورين كي. هيك صار الشغل صح، هيك صار الشغل صح، وهيك ملخص الموضوع كله. الشغله مش صعبه، انك تذكر فقط اسم الحقل ينتمي للجدول. هذا الوضع الفورمال، الوضع اللي انت النموذج اللي انا بدي اعطيك اياه. بعد شويه بندخل في بعض الاشكال اللي ممكن انت تريحك من بعض اللي هو الرسميات في التعامل مع الكويري. تعال
تعال ننفذ هذا الكلام بدون وير، ايش حيصير معنا؟ تخيل هنا ال 247 حيتضاعفه ل 275 مره، يعني ضرب في بعض. لا مش بس ضرب في بعض، تمام، اكبر من هيك. تعال ننفذ هذا الكلام. هاي هذا الاستعلام. هل حطيت شرط التساوي انا؟ هذا رقم واحد لازم يكون موجود، بس انا بدي افرجيك الان الخلل اللي بصير. وهاي استعلام، استعينوا، يلا خذوا نفس. عشان كنا معلمين حاجة. هاي نسخ. هاي نسخ وهاي فاصلة منقوطة. الله يعينك. لا لا اسم اسم. لا لا. Artists. خلص أنا غلطان. هنا بدي أحط لها Artists. تمام، وهنا Artists. هيك صح. طب هنا ايش اسوي؟ حط فاصلة منقوطة بالغي الامر حتى لو كان غلط. تمام، طلع لي ايرور مش اشكالية. هاي ران فاصلة منقوطة. اعانكم الله. لاحظ ايش بيسوي؟ بكرر. لاحظ الاسم هنا كلهم مع بعض، شايفه؟ الاسم هذا كله 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 اسم اللي هو الفنان، وبعديها مين؟ بضلوا شغال لغاية ما يخلصوا هذول. انت لاحظ انت الشكل هنا كلهم هذول جاكسون مع الكل. لاحظ الفنان هذا جاكسون مع الكل. وكمل بعد كذا، ولو اخذت هي مورنينج دانس هذا الالبوم تبعه. تعال كمل. ها هاي صار واحد ثاني، اكيد حتجد هنا برضه مورنينج دانس، وهكذا. وصلت الفكره؟ هاي الداتابيس، هذا اسمها المالتيبليكيشن، والسبب فيها والله اعلم قديش طلع لي جداول. ايش؟ كثير طلع. طبعا في طريقه ان انا اعرف من خلال الدوال، لكن لسه ما شرحته، فبالتالي بضلني ساكت. اوكي؟ اذا ايش الحل؟ انك تكمل وتعمل وير كونديشن، تعمل ايش؟ وير كونديشن، هيك بيطلع عندك الشغل صح. تمام؟ شوف اكم فنان واكم البوم. هاي كنترول في وهاي انتر. كم واحد طلعوا؟ هاي طلع عليهم مش كتار. لا وين السلكت تبعتنا؟ لا كانوا مكررين هذول، معناته في اشكاليه. فانا هنا بالسلكت والمكان هذا بدا هو. مش اشكاليه. هاي اوت بوت. ها هاي اوت بوت، وين بدكم تطلعوه؟ على ملف. ايش الملف تبعنا بدنا نسميه هنا؟ انا مثلا q1.xls xlsx. هذا حيطلع على ملف اكسل. اسف بدنا نحط دوت اوتبوت. q1.xlsx. نفذ الاستعلام كمان مره. ايوه نفذ. تعال نشوف المجلد تبعنا. هاي الملف هذا الاكسل بده شويه وقت قبل ما ينتج، لانه لا يزال 0k دوت اوت. كيف بدنا نرجع؟ std out. لا لا سيء. اجى الان 15 ايش؟ كيلو. تعال نفتحه. في مشكلة فيه. dot mod حطوا ايش؟ html html و dot out bot. ايش نحط الملف؟ q1.html. الان نفذ الاستعلام مرة ثانية.
المفروض انه انشأ ملف في qa.html. استنى عليه شوية. لا لا، من جيسون. جيسون اشي تاني. هاي النام وهاي التايتل، تمام. هاي اول اسم، تمام. وين الاسم الصوت؟ ACDC for those about to rock. Will you observe? مش حاطط فوارق على فكرة. هو هنا في عاد في الاوتبوت في تاب، ممكن نحط ايش؟ دوت تاب. تعال نشوف، نحكي له ايش؟ دوت هيلب. انا جوا ال دوت اوت بوت. هاي الامر باي نيم، ايوه اس تي دي اوت، هي صح اللي كنا كاتبينها، تمام. كويت، هذا بدي اطلع من البروجرام نفسه، يعني انا هنا المفروض احول بعد ما اكتب فايل نيم، اطلع الكبير اللي بدي اياها، احول من خلال اس تي دي اوت اللي هو الستاندرد اوت بوت اللي هي الشاشه حتكون عندي، فهذا حستخدمه مرتين. طيب المود، في عندنا كم مود موجود هنا؟ هاي المود، تمام. سيت اوت بوت مود وير مود از وان اوف، هاي الملفات الموجودة. في عندك سي اس في، وحط فاصلة بين كل حقل والتاني، بين القيمة واللي جنبها. كولوم، أنا حاطط أعمدة، تمام. وفي إيش بدك تحدد هنا؟ ويدث، طول. أنا بحكي على التقارير، كيف بتطلع تقارير من الداتابيس. HTML، هاي بتطلع HTML، وبدي أحط إيش؟ الجدول. Insert statement line one value per line. شفت هذه الفكرة؟ حلوة المود هذه. ليست، أنا السيبريتور سترينج، أعتقد اللي هو اللي عاملة شيفت وباك سلاش. تي سي ال، ليست إليمنتس. نجرب هذول المود عشان يطلع لنا الملفات بالمود اللي بدنا إياه. أنا هعمل كولوم، المود إيش عندي بده يصير هنا؟ كولوم، فبده إيش يطلع لي هنا؟ ليفت الاينمنت كولومز، فممكن يبرز لي اياهم. وفي حق، في خاصيه ايش اسمها؟ دوت ويث، هذه بتحدد لي عرض الاعمده. تعال نجربها نشوفها وين. دوت ويث، هاي دوت ويث. ايش مسوي هنا؟ ست كولومز ويث فور كولوم مود نيجاتيف فاليوز رايت جاستيفاي، يعني بدي احطها على اليمين اذا حطيت قيام بالسالب. انا كم عمود عندي؟ اثنين، صح ولا لا؟ اذا بدي اجمع اغراضي. اول حاجه بدي احط المود، ايش المود عندي هنا؟ كولوم، صح؟ اذا هاي اول حاجه بدنا نحط دوت مود كولوم، هاي اول واحده. اثنين، دوت ويدث بتحدد ايش؟ عرض الاعمده. إذا بدي أحطهم على اليمين بحط القيم بالسالب، العمود الأول فاصلة العمود الثاني، العمود الأول بدي أحط له 3 فاصلة أو خمسة، هي 5.5، هذا الويدث. بعديها دوت أوت بوت بتحدد الملف اللي بدي أطلع عليه، تمام. الملف تبعي إيش اسمه مثلا هنا؟ كيو واحد دوت txt مثلا. مرة ثانية حددنا طريقة الإخراج عبارة عن أعمدة. بعدها هذه المود كولوم بالذات مرتبطة مع مين؟ مع الويدث. الويدث هنا حددنا اللي هي عرض الأعمدة، تمام. الأوتبوت حددنا طريقة اللي هو إيش؟ عرض البيانات. تعال نعمل أي كويري الآن. هاي الكويري تبعتنا اللي هي select txt. خلاص خلي، مش مشكله، بنعدل اي دوت اوت بوت txt. خلصنا عدلناها. نيجي الان للكويري تبعتنا الاستعلام، اي نسخ وننفذ هنا. هاي طلع على الملف اللي اسمه ايش؟ كوي كيو 1 دوت txt. نشوفه المكان اللي دخلنا هنا، هاي كيو 1 دوت txt، اعتقد هذا مستند نصي.
حط خمسة، لاحظ هذا مين؟ لا خمسة كتير حتى صح؟ هاي كنترول ايه على الشمال، هاي بدأ هذا ماخذ العرض تبعه، ومين الأخ؟ بيلز شيكو. بعديها بدأ ألبوم تاني، طيب هذا مش طالع جميل صح؟ بدنا إياه أعمدة، إذا نختار حاجة غير مين؟ أو نصغر الويدث، هاي دوت ويدث نعطيها 2.2، ننفذ الاستعلام بس بدي امسح الملف هذا بلاش يعملنا ايش اشكالية، هاي ديليت، هاي هذا في واحد شغال هو تخطي هو اللي احنا شغالين عليه، هاي كمان مرة وهاي انتر، تعال نفتح كمان مرة الملف، ضايل مربوط شكله كرر، لا مربوط من الامر تبعنا الان، هو لما حكيت هذا الملف اذا هو ايش مربوط، يعني دائما في الويندوز اذا كان انت فاتح ملف ما بتقدرش ايش تحذفه ولا تعمل اي حاجة عليه الا ايش انك انت فك الارتباط. الان كيف بدي افك الارتباط معه؟ تغير المود dot out bot std out، هيك الاش صار على الشاشة. الان بمسح الملف هذه ما في اشكالية، الان هاي ديليت مسحه، ارجع مرة ثانية اختار مود ثاني دوت هيلب، ايش في مود عندنا؟ هاي المود ناخذ سي اس بي، انا ما عجبنيش هذا سي اس بي، طيب يلا سي اس بي، ايش فيها انا الفاصل بيناتهم؟ كوما صح؟ انا ايش الموصوع؟ باي انا دوت فصلهم، خليها ليست او تاب، تاب احلى، هذه التاب اللي احنا بنشوفها تمام؟ تعال نشوف تاب، إذا هنا دوت مود إيش نحطها؟ تاب ولا تابس كاتب هو؟ تابس، أوكي؟ هيك صار الملف تبعي بتكون تضغط على زر التاب الفصل بين كل قيمة والثانية، طيب الآن دوت أوت بوت إيش نحط الملف تبعنا؟ مثلا هنا كيو 2 دوت لي دوك دوكس، وهاي الاستعلام، نروح نشوف الملف حيطلع لي كيو 2 دوت، هاي في 2016 ماشي الحال، يبدو ايش؟ طيب استنى عليه شوية لسه ايش؟ زيرو دوت اوت بوت، فالغي الارتباط مع الملف هذا اس دي دي اوت، نرجع نشوف الملف اي اخذ 15 كيلو بدي افتحه، طيب في فتح باستخدام يا تطبيق اخر ناخذه على برنامج مين؟ شوف الدفتر مثلا، هي فتح الدفتر، هذا نوعا ما ها، هذه التاب يا شباب، هذه النتيجة، هاي أول واحد، إيش اسمه؟ مايلز ديفز هذا، عامل تاب هيو، صح؟ وهذه مين؟ اللي هي التايتل، أوكي؟ هاي هذا احنا ايش كنا طالبين في الاول؟ الارتست نيم اسم الفنان، مين الطويل عندي هنا؟ الالبوم تايتل هذا هو الطويل، هاي النتيجة هنا صارت واضحة عندي تقريبا ولا لا؟ اوكي اذا هذا الفنان في كم البوم له؟ اثنين صح؟ وهذا نفس الشيء، هاي هذا له البوم واحد وهكذا، إذا هذه هي البيانات اللي أنا بدي أطلعها من الداتابيس من خلال جدولين أو من خلال ثلاث جداول أو من خلال أربع جداول، وين أنت بتذكر اسم الجدول في جملة فروم دغري بدك تفكر تعمل ربط ما بين البرايمري كي والفورين كي في الجداول اللي هنا، وضحت؟ تمام يا سيدي؟ هذا أبسط أنواع مين؟ الكويري اللي هي جلب البيانات
من جدولين. في طريقة ثانية انك تستخدم كلمة join، تمام؟ الآن إن شاء الله بعد ما تنزل هذا الكلام هنبدأ نتعرف عليهم بالتفصيل. خلينا ناخذ كمان استعلام بنفس الطريقه هذه ونشوف ايش في عندنا جداول. هاي دوت تيبلز، تمام؟ ايش في عندنا هنا؟ يعني اخذنا الالبوم والارتست، فاهمينهم صح؟ طيب، وفي عندنا هنا البلاي ليست اخذناها مع مين بدها تيجي؟ مع التراكس. تعال نشوفهم مع بعض، الاغنيه وايش القائمه اللي هو حاططها. ان البلاي ليست غير الالبوم، الالبوم فنان واحد عامله، البلاي ليست ممكن يكون خليط، تمام، من التراكس. تعال نسترجع البيانات من التراكس ونشوف ايش فيها معلومات، صح؟ طيب ايش في الامر اللي احنا بنشوف فيه بنيه الجداول؟ لا، في امر من الاس كيو ال لايت اللي هو ايش؟ فيو سكيما، فول سكيما، فول سكيما. هي عرض لي اياهم. تعال نشوف الجدول، احنا مين بدنا نشتغل؟ التراكس ومين؟ هي عامل بلاي ليست تراك، عامل جدول. كم فورين كي في هنا؟ حلو، هذا الجدول كسره علاقه 8 8، تمام؟ الاغنيه ممكن تكون في اكثر من بلاي ليست، والبلاي ليست تحتوي اكثر من اغنيه. لاحظ هنا في الفورين كيز هذه ايش بالعاده بتكون؟ ارقام، صح؟ معي انت؟ هاي الجدول هذا، تعال نستعلم فيه. انا نحكي له select all from، هاي control V اللي هي العلاقة الماني تو ماني ما بين البلاي ليست والتراكس. ايش هذا اللي بيطلع؟ هذا الزلمة عامل اللي تو كنا عاملها، انا حط لا مش كلهم، بعض الاغاني هنا في عدد من البلاي ليست، ولاحظوا هذه كلها ارقام. طب انا ايش بدي اعرف لقيتها؟ ايش الصح ان انا اعرفه؟ اعرف انه البيانات هذه مين مرجعيتها؟ مين ابوها، صح؟ طيب ايش الحل؟ نعمل استعلام صحيح يعتمد على المسميات وليس الأرقام. تعال، أول واحد هذا مين؟ الهيدر إيش ماله؟ مش مفعلينه إحنا الظاهر، نسينا نفعله. دوت هيدر ولا هيدرز؟ أي أون دوت هيدرز أون، تمام؟ وهي السلكت تبعتنا. أوكي، ايش جاب لي هنا؟ البلاي ليست اي دي، وايش جاب لي جنبها؟ التراك اي دي. اذا انا بدي اجيب بياناتي الان من وين؟ من جدولين، صح؟ مين هما؟ التراك والبلاي ليست، صح ولا لا؟ تمام، تعال نعمل سيلكت اول فروم تراك وسيلكت اول فروم بلاي ليست. اذا دوت تيبلز سيلكت، بدي افهم الداتا بيس، ممنوع اعمل اي استعلام بدون ما تكون فاهم الداتا بيس، تمام؟ سيلكت اول فروم بلاي ليست، هاي البلاي ليست اللي عندي، كنترول في. ايش فيها؟ هاي رقمها وهي اسمها. اذا ايش فيها حق لمين؟ النيم. بدل ما اجيب الرقم انا واظلم المستخدم معايا في التقرير اللي بيطلع، خلاص ما فيش داعي يعرف الرقم، تمام؟ المهم يعرف ايش اسمها. اذا انا ايش بدي اخذ هنا من البلاي ليست؟ اذا ها هي كنترول سي، واجي اعمل الاستعلام تبعي. خليني اعمل لتحت، هي عندي سيلكت بلاي ليست دوت، تعودنا نجيب اسم الجدول دوت الحقل اللي بدنا اياه. ايش الحقل تبعنا هنا؟ النم، هاي كنترول سي دوت نم. طيب الجدول الثاني ايش اسمه؟ تراكس، صح ولا لا؟ تعال نشوف ايش في بيانات. سيلكت اول فروم كنترول في اللي هي التراكس، ما شاء الله.
هذه كلها الأغاني الموجودة. إيه هذول بيعتبروا الأغاني الروح، أغاني للروح، مساكين الله يعيننا ويعين. طيب إخواننا الآن في هنا هنا نيم، اسم مين هنا؟ اسم الأغنية حتكون النيم، وهي هذا الألبوم أي دي ما بديش إياه كمان، حتى هي بده يجيب من الألبوم أي دي، يعني بده يجيبها من وين؟ من جدول ثالث. وميديا تايب، نوع الميديا تبعته، وفي هنا وكمبوزر ملتي سكند، كم ثانية مثلا، قديش حجمها، واليونت برايس قديش سعرها. أوكي أنا بس بدي أجيب النيم الآن. إذا جبت واحد من هان واحد من هان بنفس الآلية بجيب 10 من هان و10 من هان، صح؟ ماشي. هذا التراك اي دي، لا مش الفرنكي، هذا البرايمري كي. في هنا كان المفروض ما فيش علاقه بين الجدولين هذول مباشره. يا عمي اه ماشي ماشي. الان هذا جدول اسمه تراكس، صح؟ خلينا ناخذ منه البيانات. ايش في عنده النيم؟ هذه علاقه متعدده متعدده يا شباب. اي هذا بلاي ليست دوت نيم من حاله، والنيم هذه اللي موجوده وين؟ في البلاي، في التراكس. هذا مباشره ما فيش فيه علاقه بينه وبين هذا بصراحه. اه وين العلاقه؟ مش في كسره؟ متعدد لمتعدد. ايش اسمه الجدول؟ نعمل هنا دوت تيبلز. يجدول عندي هنا بلاي ليست تراك اللي تو اشتغلنا عليه. هذا الكسرة. صحيح. إذا هنا سيلكت اول فروم، هاي الجدول تبعنا. جايب رقم البلاي ليست وجايب رقم مين؟ التراك، صح ولا لا؟ طلع لي هنا. هذا ايش هذا؟ هذا البلاي ليست اي دي وين موجود؟ هذول الاثنين، هذول الحقول وين موجودين؟ صح، من الاثنين هذول. اذا البيانات جايه من كم جدول؟ جدولين، صح؟ طب معناته ايش بدي اسوي هلقيت انا؟ البيانات من، اسف، البيانات جايه من من ثلاث جداول الان. إذا بدي أروح أعمل الجدول الثالث، صح؟ طب هل أنا بدي أعرض حاجة من الجدول الثالث؟ هذول هل بدي أعرض الأرقام هذه؟ هذه بتلزمنيش تبين. أنا ما بديش تبين، صح ولا لا؟ هاي إيش بدي أسوي؟ بدي أذكر اسم الجدول هذا البلاي ليست تراك تحت. بدي أذكره في جملة مين؟ الفروم. أي from البلاي ليست مين؟ تراك. ومين كمان عندي؟ عندي البلاي ليست، صح؟ والتراكس هذه برضه موجوده. هي كم جدول صار عندي؟ ثلاث. ايش المساواه الان اللي بدها تتساوى؟ هذا محور الموضوع، لانه هذه كسره العلاقه المتعدد لمتعدد، صح؟ ايش بدنا نسوي؟ وير، اوعك تشتغل هيك الا تعمل ايش؟ وير. هيك عارفين ايش صار؟ صار لو بدكش تحط الوير كل اللي في الجدول الاول مع كل اللي في الجدول الثاني مع كل اللي في الجدول الثالث. يعني فالان احنا عاد فكرتنا انه وير بلاي ليست تراك هذا دوت، ايش البرايمري كي اللي عنده؟ ما فيش عنده برايمري كي، في عنده فورين كي، صح؟ طيب الفورين كي اللي عنده ايش اسمه؟ احنا شغالين على مين هنا؟ بدك تشتغل على، ناخذ هنا البلاي ليست اي دي، صح؟ ناخذ البلاي ليست اللي هي الوحدات هذه. هذا عنده حقل اسمه بلاي ليست اي دي. بدي اساوي مين يا شباب؟ وين في عندي بلاي ليست انا هاي؟ وانا بدي اجيب البلاي ليست البرايمري كي اللي في البلاي ليست دوت. ايش اسمه البرايمري كي تبع البلاي ليست؟
اي دوت فول سكيما وريح راسي. ايش اسم الجدول تبعنا؟ بلاي ليست صح؟ وينه؟ هاي ايش الحقول اللي في البلاي ليست؟ هذا هو. اذا هذا البرايمري كي صح؟ اذا بتاخذ هذا بيساوي مين؟ الفورين كي اللي تو حكينا عليه. وين الفورين كي في بلاي ليست مين؟ وين اللي تو؟ وين التراك وبلاي ليست؟ هذا هو. هذا هاي الفورين كي الاول صح؟ هذا هنا انا بدي اربط الفورين كي مع البرايمري كي. اذا هنا لاحظ هذه البلاي ليست اللي هي الجدول الكسره العلاقه 8 8 اخذت فيه الفورين كي اللي فيه صح؟ صح ولا لا؟ سويته مع البرايمري كي اللي وين؟ بجدول البلاي ليست. هذا البرايمري كي كمان ايش بدي اعمل هالجيت؟ بدي اعمل كمان مره اند لازم البلاي ليست تراك حقل اللي فيه الفورين كي الثاني دوت. ها تعال نشوف الفورين كي اللي في البلاي ليست وينه؟ وين الفورين كي الثاني؟ هاي الفورين كي الثاني ايش اسمه؟ تراك اي دي. هاي كنترول سي بيساوي مين هذه المره؟ من جدول التراكس تمام. ايش في جدول التراكس هنا بيانات؟ تعال نشوف جدول التراكس ايش البرايمري كي عنده. هذا هو. هيك صار عندك استعلام جاب البيانات. رحت ربطت استخدمت الان هنا ربطت البراي الفورين كي الاول مع البرايمري كي، بعدين جبت الفورين كي الثاني ربطته مع البرايمري كي. وصلت الفكره هنا؟ تعال ننفذ الاستعلام. لاحظ رغم ان انا جايب البيانات من كم؟ من جدول ثلاثة، بس لأن أنا بدي أحتاج هذه هنا تحت اضطريت أحطه في الأعلى. فهمت ليش حطيته في اسمه في الأعلى؟ هل البلاي ليست هنا ظهرت حقوله أرقام وبياناته؟ لا. لأنه كلها أرقام. الآن إيش سويت؟ بس رحت ذكرت هذا ذكر هنا عشان أستخدمه في الوير أساوي الفورين كي هذا مع البرايمري كي هذا. وبرضه عنده كمان فورين كي ثاني مع البرايمري كي اللي هنا. تمام؟ تعال ننفذ الاستعلام هذا. هاي نسخ. هيك حيطلع للمستخدم ايش هو شغله هو بيفهم فيها، مش لعبه الارقام، هو بيفهم ايش في عندك اغاني وجوا كل اغنيه جوا اي قائمه صح ولا لا؟ وممكن يكون عنده الاغنيه تتكرر في اكثر من قائمه والقائمه فيها اكثر من اغنيه، عشان كذا هو عمل علاقه ايش؟ متعدد لمتعدد في جدول اللي سماه بلاي ليست تراك. طيب ننفذ هذا الاستعلام. هاي كنترول في، هاي فاصلة منقوطة، هاي النتائج. لا لا مش كله، نطلعها على الاوتبوت. هاي دوت اوت بوت نفس المود اللي كنا فيه تمام. ايش نحطه هنا؟ كيو 3 دوت تي اكس تي. كتبها غلط. اوت تمام. اوتبوت نفذ الاستعلام ثاني. هي الاستعلام وهي فاصله منقوطه. بعدين دوت اوتبوت اس تي دي اوت رجعنا لايش؟ لا يعرض على الشاشه السوداء هذه. تعال نشوف الملف اللي اسمه كيو 2 او كيو 3. هي الملف هاي على الشمال for this about rock. طيب هذه هي الأغنية تبعته. أو إحنا مين اخترنا في الأول؟ ألبوم ولا إيش اخترنا؟ اخترنا في الأول البلاي ليست نيم، بعدين اخترنا اسم الأغنية تمام؟ آه حتى هذا عشانهم أسمائهم مش مالهم كبار مش داخلين، فممكن نحط فاصلة تمام اتوضح لي فيهم. على العموم هذا هيو هذا اسمه نيم نيم ميوزك، بعديها حاطط فراغ يعني هذه الحقل الثالث هيك تمام. وهذه هي البيانات تبعته التاب، يعني هذا اسم البلاي ليست وهذا اسم مين الاغنيه لهنا. بعديها تمام
البلاي ليست بعدها الأغنية. هيك كده أنا جبت البيانات من أكثر من جدول، سواء كانوا جدولين مع بعض أو علاقة متعدد لمتعدد، فاضطريت إن أنا أعمل شرط التساوي ما بين اللي هو يعني في الوير كونديشن عملت شرط مركب، عملت شرط مركب. هيك بكون أنا شرحت الفكرة ببساطة، افهمها وبتطبقها أنت. كل الوقت اللي احنا بذلناه هنا احنا كنا بدنا نجيب بس أسماء الحقول من الداتابيس، لكن الفكرة بالملخص جيب البيانات سيلكت، اذكر اسم الجدول ضغط اسم الحقل تمام فاصلة اسم الجدول الثاني أو نفس الجدول ضغط الحقل فاصلة جدول ضغط الحقل جدول ضغط الحقل، خلصت كل البيانات اللي بدك تعرضها صح. ايش بتكتب تحت؟ فروم، تذكر اسماء الجداول اللي ذكرتهم في السيلكت، تذكر اسماء الجداول اللي بدك ذكرتهم وين في السيلكت. ولو احتجت في الوير كونديشن هنا تذكر اسم جدول مش موجود تمام، برضه بدك تحطه في فروم، بدك تحطه ايش في فروم زي ما صار معانا في علاقه متعدد لمتعدد. في الحاله هذه بدك تضطر تسوي ما بين البرايمري كي دوت بيساوي الفورين كي، البرايمري كي بيساوي مين؟ الفورين كي تمام هيك؟ طيب لو بدي احسن هذا الفورمال اللي انا حكيت عليه الشكل التقليدي بصراحه، لو بدي احسن هذا الكلام وبدل ما اكبر الكلام هذا كله، تعال نفكر هنا، ممكن اعطي هنا بدل ما اكتب بلاي ليست اسم طويل، هذا مثلا الحقل الجدول الكبير ممكن اسميه هناك، اعمل هناك اعطيه حرف واحد اي بي 3 او تي 3، والجدول الثاني اعطيه تي 2، والجدول الثالث بعمل مسافه بسميه تي 3 اي تي 1. وين في كلمه تراكس بستبدلها بتي 1 اي تي 1 تمام. وين في بلاي ليست بسميها بايش؟ تي 2 اي تي 2. عملت اسم مرادف، اسم مرادف للجدول، كيف؟ بس بتعمل فراغ وبتعطي الاسم اللي بدك اياه، فراغ وبتعطي الاسم اللي بدك اياه. تحت هنا بلاي ليست تراك هذا ايش اسمه؟ تي 3 اي تي 3 صغر الاستعلام. بلاي ليست اي دي هذا الفرنكي. طيب هذا الجدول الثاني بلاي ليست تي 2 تي 2 تحت اند هذا ايش اسمه؟ تي 3 وهذا تي 1 اي تراكس اي تي تي 1. هيك صار نفس الاستعلام بيشتغل ما في اشكال، بس زغرت مين؟ الاسماء اللي موجوده. هاي نفس التنفيذ، هاي كوبي ونيجي هنا وننفذ الكلام هذا. هو الان على الشاشه حينفذ لي اياه، هي طلع لي البيانات تمام في مكان معين، تطلع حلوه يعني البيانات هيك هنا لانها صغيره. شفتوا ايش المشكله؟ هذا طلعت البلاي ليست اسمها ميوزك واسم الاغنيه بالشكل هذا. اوكي هذا هو معبي البيانات، هو حر في النهاية عامل ماني تو ماني. اوكي طبعا هو عامل هنا شغلة قد تكون يعني انا لما ذكرت لك المالتيبليكيشن احيانا احنا بنستخدمها، يعني هي مش ضارة، يعني كلمة المالتيبليكيشن بين الداتا بين الجدول الاول والجدول الثاني مش ضارة. ليش؟ بدك تعطيك السيناريو التالي، في كل مدينة في كل مدينة يفترض انه في مدرسة ولا لا؟ طيب بدنا نحكي على الخدمات، يعني بدنا نحكي الخدمات الصحية. في عندي خمس مدن، في عندي خمس مدن وفي عندي خمس خدمات بتقدمهم البلدية، بتقدمهم مين؟ البلدية. خدمة مثلا الاستعلامات، خدمة الشكاوى، ثلاث خدمات تمام، وخدمة الـ مثلا ايش في عندنا النظافة. هذه في كل بلد في كل مدينة في ثلاث خدمات ولا مش موجودة؟ طب كيف بدي اسوي في الحالة هذه؟ بعمل الشرط التساوي تمام، بروح بحكي له خدمة النظافة في الخمس مدن، خدمة الاستعلامات في الخمس مدن، خدمة ايش تو حكي انا؟ الثالثة شكاوى في الخمس مرات. هذه خلاص هذه تحصيل حاصل بتصير. فبنستخدم هنا في الحاله هذه مين؟ المالتي ابلكيشن او الكارتيزيان برودكت في بين الجداول، بسموه الكارتيزيان
حدودك بين الجداول وبعضيها البعض. هذا اللي في الرياضيات اللي أخذناه. مش الحالة شباب، ما في إشكالية فيها، هي مش عيب، لكن فيك إنك أنت تستخدمها. أنا في الاستخدام تاني إيش سويت بإحدى التطبيقات اللي عملتها، مطلوب مني إن أنا أطبع التقرير، مش هذا الاستعلام تبعي، هو في النهاية تقرير، مطلوب أطبع التقرير منه 3 نسخ. رحت إيش سويت؟ جبت جدول سميته جد اسم النسخة، نسخة المدير، نسخة المدقق الداخلي، نسبة المدقق الخارجي. كم نسخة فيه؟ 3. بعدين رحت عملت استعلام، ما حطيتش الوير كونديشن بينه وبين البيانات اللي انا بدي اطلعها من الجدول اللي بدي اياه، فطلع لي كم نسخه لنفس الجدول، جدول واحد، جدول البلاي ليست مثلا، جدول التراكس، عندي التراكس بتطلع منه 3 نسخ، نسخه للمدير والمدقق الداخلي ونسخه للمدقق الخارجي. فرحت ما عملتش وير كونديشن بيناتهم، فطلع لي نسخه المدير وهي جنبها بيانات الاغنيه، نسخة المدقق الداخلي وهي بين، واضح الفكرة كيف؟ هذا هو الاستخدام الأمثل. فصرت أطبع التقرير، إجاني واحد قال لي طب لا أنا بدي التقرير تبعي يطبع 4 نسخ. بسيطة، روح دخل سجل رابع في جدول مين؟ النسخ، النسخ اللي أنت بدك إياها لمين رايحة؟ أوكي؟ وبعد كده خلاص التقرير هو نفسه حيطلع 4 نسخ، 5 نسخ بحسب عدد السجلات. افرجيكم اياها هنا فعليا كيف ممكن نعملها. تعال نعملها ونشوف البيانات تبعتنا. طيب نعمل فكره الخدمات، نعمل فكره مين؟ الخدمات، ونستعلم عليها لانه هذا الشيء بالشيء مهم كثير انك انت ما تاخذ انطباع سيء عن المالتيبليكيشن. هي صح سيئه في البيانات بالوضع الطبيعي، لكن هل يمكن توظيفها؟ اه يمكن توظيفها. تعال نعمل جدول، هي كرييت تيبل كوبيز عدد النسخ تبعتي، تمام؟ هاي في عندي اي دي وعندي هنا الاوت 2. الجدول الثاني، طب انا ضليتني ساكت هنا، بنفع هيك اذا اعمل جدول؟ بنفع، انا بنفع بياخذ كله تكست. ها عمل جدول ايش اسمه؟ كوبيز. شفت هذه الفكره؟ ها تعال انسيرت انتو مين؟ كوبيز. واحد بدي اعطيه للمدير ايه؟ فاصلة. 2 بدي اعطيه لمين؟ لبي اللي هو المدير ايه ومدير بي، خلينا نحكي نسكر فاصلة، مش هذا اللي تعلمناه زمان واحنا بنعمل جملة الانسيرت؟ 3 فاصلة بي. وممكن يا طبعا الثلاثة هيعتبرها ايش؟ ممكن احطها داخل سنجل كوتيشن عادي ما في مشكلة. أنا ما بديش أحطها لأن هالرقم ممكن تحويله إلى سترينج. هاي فاصلة منقوطة. ايش رفض معناته؟ لازم ايش؟ أحطها داخل كوتيشن. أصل إنه يعمل implicit convert أو casting لمين؟ للبيانات. ايش سوى هنا؟ لا لا لا، ناخذ اول وحده نستثني البقيه. نفينا انه احنا نعمل هذا الكلام ولا لا؟ ندخل بيانات بس يبدو انه هو ايش؟ مش عارف ايش المشكله. insert into cookies هاي فاصله مقفول. ايش المشكلة يا شباب؟ طيب دوت كوبيز موجودة ولا مش موجودة؟ دوت تيبل، دوت تيبل واسميه نفسه موجود ولا مش موجود؟ كوبيز اي موجود. طيب فل سكيما هاي جدول مين؟ هاي الكوبيز المفروض يقبلهم. طيب بلاش، هاي دروب تيبل ايش اسمه الجدول تبعنا؟ كوبيز. بظبط هو بس مش عارف انا ايش المشكلة. امشي الموضوع نرجع لها في يوم تاني، هو ما فيش مشكلة. كرييت تيبل كوبيز
تمام. نفتح قوس، الحقل الأول جسمه خليه اسمه ID، نوعه integer، وهي primary key تمام، هاي auto increment فاصلة، وهاي اللي هو out اسم الجدول هيك الحقل out to، يعني التقرير هذا لما بده يطلع صح؟ هاي text 20، وهي نطنط ذكرنا الجدول. طيب insert into ايش اسم الجدول؟ كوبيز. الجدول ايش اسمه؟ كوبيز. بتمشي على نفس الطريقة اللي أنا اشتغلت فيها، كوني حاطط هنا auto increment، وبالتالي بدي أحدد الحقل وخلاص. الحقل تبعي ايش اسمه اللي بتدخل فيه بيانات؟ اسمه out to، هذا الحقل اللي بتدخل فيه بيانات. بكتب مين؟ شكلي مش كاتب values أنا بالأول، شكلي مش كاتب values، الله أعلم. اللي تو صار ما كنتش كاتب values، لو بدنا نرجع لها. أوكي الآن نحط البيانات للمدير A فاصلة، للمدير B فاصلة، للمدير مين؟ C. كم نسخة عندي بدها تطلع من التقرير؟ هاي ثلاثة. select all from مين؟ copies. هاي عندي output لمين؟ للمدير الأول، المدير الثاني، والمدير الثالث، صح ولا لا؟ طيب تعال نعمل اللي هو بس جدول في البيانات التقرير تبع التقرير. عن ايش بيتكلم مثلا هنا؟ نحكي على اوردر، على عملية بيع. اوكي اذا نعمل create table order ss، اسمه هيك الجدول بدي اسميه. بدنا نحط هنا order code، ولا خليه اي دي وخلاص، اي دي انتجر. ايش بدك تحط هنا؟ برايمري كي. وايش بدك تحطه كمان؟ اوتو انكريمنت. بعدين هنا بس بدنا نحط مين؟ الطلبيه، بدنا نحط الكاستمر. اي كاستمر، كاست نوع ايش؟ تكست، وليكن هنا 40 نوت. خلصت الجدول، تدخل بيانات insert into ايش اسم الجدول؟ or dars double s، بدي احدد الحقل اللي بدي ادخل فيه بيانات ايش اسمه؟ cast. لازم اكتب values، انا توي الاشكاليه اللي كانت عندي values على فكره تمام. بنبدا نحط عدد لا نهائي من السجلات صح؟ الاسم الاول وائل، هذا اللي عمل طلبيه رقم واحد تمام. والطلبية الثانية مين عملها؟ هاي خالد. والطلبية الرابعة الثالثة هاي خميس. خميس تمام. وهنا هاي دعاء، دعاء هيك، وهاي فريدة وسعاد. كم واحدة هنا؟ كم بني آدم هنا عمل طلبيات؟ أربعة صح؟ select all from مين؟ كم واحد؟ هاي أربعة. وكم مدير عندي؟ كم مدير؟ مدير A ومدير B ومدير C، هذه الكوبيز. ثلاث نسخ بده، ثلاث مضرة بدهم ياخذوها صح؟ طيب في الحالة هذه بده يشوف نفس التقرير، نفس التقرير مكرر. هذا اللي انا كنت بحكي عليه اللي هو مين؟ الكارتيزيان برودكت. فكيف بسوي انا؟ select ايش بدي من الجدول الاول؟ بدي الجدول out to صح؟ فاصلة. الجدول الثاني شو اسمه؟ cast. طب يا استاذ وائل ما تو كنت بتحكي لنا لازم تذكر اسم الجدول دوت اسم الحقل، اسم الجدول دوت اسم الحقل. هانا لانه الاسماء الحقول مختلفة، فخليه شوية يتعب معنا، ما بنذكر هالشي بمشي الحال. بس تو كنت بذكر النيم تبع البلاي ليست والنيم مثلا تبع اللي هو التراك.
في الحالة هذه اضطريت ان انا اميز بيناتهم، فهمت ليش؟ اوكي فروم ايش اسم الجدول الاول عندي؟ كوبيز. الجدول الثاني اوردرز، هل حطيت وير كونديشن هنا؟ لا، انا طلعت اربع نسخ لكل مدير، لكل مدير اربع نسخ او خمسه حسب الزباين الموجودين عندي، صح؟ وبدل بحكي له هنا هيك ممكن اجي احكي له خلينا ناخذ هذه الكاستمر وبعديها الاوردرز، ممكن بعد كذا نستخدم كل البيانات. يعني ركز هنا، المدير A اخذ الفاتوره تبعت وائل، ونفس المدير A اخذ الفاتوره تبعت خالد خميس وتبعت دعاء. بالضبط، هذا الان هو بده يطلع ايش في عندنا فواتير، كم نسخه طلعت انا؟ بالمنهجيه هذه، بالعقليه هذه، الكارتيزيان برودكت مفيد، لكن في الوضع الطبيعي دائما لازم تعمل مساواه ما بين البرايمري كي والفورين كي. وصلت الفكره هنا يا شباب؟ وبتلاحظوا في الكارتيزيان برودكت ما في علاقات، ما في ايش علاقات بين الجدولين، هذا لسبب انا هيك بدي استخدمه. هذه احد الحلول اللي انا وظفتها للاستفاده من الكارتيزيان برودكت بين جدول وجدول. وصلت الفكره هيك يا شباب؟ هيك بكون انا انهيت محاضره اليوم، يعطيكم العافيه.